بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت من برنامج أوتوكاد ستراكشر ديتيلنج عند الجزئية الخاصة بتصدير الملفات اللي بنتعامل معاها. قلنا إن أنا عندي أعمل إكسبورت للموديل إيليمنت تو أذر بروجرام أو البرنت أوت. طيب قلنا رقم واحد إن أنا أعمل سيفنج أوف الفورم ورك دروينج أوف إنديفيدوال ستراكشر إيليمنت إن أديدا بجي فايل. طيب هنيجي نتعرض للجزئيه دي ونشوف ازاي انا هعمل اكسبورت الفورم ورك دروينج لملف دي دبليو جي فايل. قال لك عشان تعمل الخطوه ديت قال لك لازم تكون واقف في الاوبجكت انسبكتور دايلوج بوكس اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، تقف على حاجه اسمها البوزيشن تاب. تعال كده نخش جوه البرنامج ونقول ان ده هو الجزء اللي على الشمال ده. ده كده اسمه الاوبجكت انسبكتور اللي انا عامله باللون الاحمر. ديت كده مجموعه التاب المختلفه اللي موجوده داخل هذا الديالوج بوكس اللي احنا بنقول عليها. طيب عندي بقى فيهم الموديل تاب، البارتس اديشن، والبوزيشن، والبرنت اوت، والاي اس دي سنتر. طيب تعالى خلينا نقف في الموديل تاب اللي انا هبدا بعد كده اشرحه، ولكن خلينا نقول ان دوت هو اللي بحط فيه او بتم وضع فيه جميع الداتا الخاصه بالمبدئيه طبعا بالمشروع. ان انا ببدا ادخل مثلا ادي جراوند فلور، وعندي فيه الكولوم، عندي فيه البيمز اللي انا موصفها، عندي فيه السلاب، عندي فيه ديسبريت فوتنج، عندي فيه الرافت فاونديشن. طيب ده كده لو انا دخلت على عنصر زي الكولومز مثلا، ادي اليمنت ديت كلها كده معمول لها عمليه بوزيشننج، ترقيم لكل عنصر معمول له بوزيشننج، رقم بالمكان اللي هو فيه اللي هو الزيرو اللي هو جراند فلور، ورقمه في الدور. يعني ده العمود رقم واحد في الدور الارضي، عمود رقم اثنين في الدور الارضي، وهكذا لغايه ما اخلص ايه العمدان كلها او العمدة كلها، وهكذا في الكاميرات، وهكذا في باقي العناصر الخرسانيه الموجوده عندي. طيب لما نيجي نتكلم على ان انا لما اخش على كولوم زي ده، تعالى كده نقول ادي ده الجراوند فلور، وبيبين عندي المسقط هنا ان في هنا كاميرات مختلفه وفي اعمده مختلفه وفي بلاطه وفي شكل الجراوند فلور مبين لي برده السبريد فوتنج، وعندي هنا في ريفت فاونديشن. طيب لما اجي اقول مثلا ان انا عايز ابدا اتعامل مع الاعمده ديت بعد ما عملت عمليه بوزيشننج واساينينج بوزيشن لكل العناصر الموجوده في الكولومز، هاجي اقول ان انا والله عايز اعمل ملف، الملف دوت او امتى ابدا اعمل عمليه تصدير، انا عايز احفظه كدي دبليو جي فايل. هعمل العمليه ازاي؟ هقول ان انا لازم اقول ده اللي احنا كنا بنشرحه هناك بقى. قال لك لازم تكون عمليه التصدير دي انا واقف على البوزيشن تاب. طيب سهل خالص، هروح اقف على البوزيشن تاب، هل يفتح لي هو نافذه الجراوند؟ اه هلاقي هنا انا كنت معلش عامل طبعا عملية تصدير سابقة لهذه الملفات، فخلينا ناخد أي عنصر تاني زي ده مثلا، وأبدأ أقول الكولوم ده أنا عايز أعمل له عملية تصدير وأحفظه كدي دبليو جي فايل. في حاجة اسمها الكونتكست مينيو، الكونتكست مينيو ديت أبدأ أول ما أختار عنصر زي ده وأتك عليه رايت كليك، هلاقي في دي القائمة ديت اسمها الكونتكست مينيو، هي دي القائمة اللي أنا بقول عليها اللي انا حاطط عليها فريم ازرق ديت، هي دي اللي اسمها الكونتكست مينيو. في شويه خصائص واوبشن ظهرت عندي لما اخترت العنصر ده وقلت له ظهر لي القائمه او الكونتكست مينيو الخاصه بالقائمه الفرعيه. طيب خلينا نقول ديت الكونتكست مينيو، هنتعرض للتلات اجزاء اللي احنا قلناهم والتلات اوامر اوبشنز اللي احنا شرحناهم المره اللي فاتت، وهنتكلم فيهم ازاي نطبقهم المره. ازاي اعمل اكسبورت اوف الفورم ورك دروينج تو رينفورسمنت، وازاي اعمل اوتوماتيك رينفورسمنت، وازاي اعمل اكسبورت الفورم ورك دروينج تو دي دبليو جي فورمات. هناخد اول واحده اللي هي الدي دبليو جي فورمات اللي احنا بنشرحها دلوقتي. زي ما قلت ان لازم اكون واقف على البوزيشن اللي انا مظلله باللون الاحمر ده، البوزيشن تاب داخل اوبجكت انسبكتور اللي احنا قلنا عليه. طيب هختار الايمنت اللي انا عايز اعمله عمليه تصدير، هقول له والله ان انا عايز اعمل اكسبورت الفورم ورك دروينج تو دي دبليو جي فورمات. هيبدا يظهر لي القائمه
الفورم وورك دروينج ويزرد الخاصة بعملية تصدير هذا الاليمنت اللي هو ظهر عندي على قائمة الشمال دلوقتي اهو. هذا الاليمنت الموجود عندي هو عايز اعمل له عملية تصدير، وهبدأ اقول له والله ان انا عاوز اسمي الملف ده مثلا هو الكولوم مثلا، بختار هنا الاسم ادي الكولوم اللي انا كنت واقف عليه، قلت ان انا عايز اعمل اكسبورت الفورم ورك دروينج تو دي دبليو جي فورمات، قلت ان ده الاليمنت اللي بقى دي رقم واحد، بختار العنصر او الاليمنت اللي انا ممكن، لكن ممكن اكون ان انا مختار اكتر من عنصر. لو انا جيت على الكولوم قلت له ان انا عايز اعمل دي دبليو جي فورمات فهيجيب لي اكتر من عنصر زي ما انا شايف، جاب لي كل الكولومز الموجوده في القائمه اللي كنت واقف عليها. لا انا هختار عنصر واحد مثلا، اقول له انا عايز اعمل له اكسبورت. طبعا عايزين نلغي القصة دي، هبدأ انا اقف على الكولوم اخش في البوزيشن واقول له اكسبورت الفورم ورك درونج تو دي دبليو جي فورمات، هختار الملف دوت واقول له ان انا هسميه اي اسم مثلا. يبقى كنا وقفنا عند الجزئية ب بتاعت ان احنا هنعمل export form drawing to DWG format. قلت ان انا هنا بختار الالمنت اللي انا هشتغل عليه واقول له ان انا عايز اختار الالمنت ده وابدأ اسيفه في ملف وليكن مثلا اسمه الكولوم، وممكن اختار المكان بتاعه كمان ان انا هسيفه. انا عامل على الديسكتوب هنا، ممكن اسيفه في الملف ده واسميه مثلا كولوم. ثلاثة مثلا واقول له خلاص، يبقى انا اخترت المكان هنا اهوت. هنا بحدد ايه، هنا اسف بحدد specified file name or indicate the existing file. خلاص يبقى انا اخترت كده ايه الملف اللي انا هسيف فيه، وممكن كنت اضغط عند كل ده واقول ان انا عاوز اسيف باسم والله كولوم ثلاثة وابدا اقول له next. طيب هيجيب لي بقى الخطوه الثالثه اللي هي سيت درونج لي اوت، ان انا بحط هنا بحدد ايه السكيل والدرونج لي اوت، بقول ان انا عندي كام مقطع للكروس سكشن دوت، عندي مثلا لونجيتودنال سكشن كروس سكشن كام مسقط انا عايزه للالمنت ده، وابدا اقول له اعمل لي جنريت للملف دوت علشان تسيفه لي دي دبليو جي فايل. يبقى لو جينا هنا تاني قلنا كده ان انا لازم اكون واقف على الاوبجكت انسبكتور، اكون واقف جوه البوزيشن تاب. اون ذا موديل تاب قلنا الاوبجكت انسبكتور، بعد كده هعمل سيلكت البوزيشن. قلنا مرحله مهمه جدا مرحله البوزيشن دي هنتكلم عنها بعدين، بس احنا دلوقتي بنتكلم في ان انا بقول ازاي اعمل عمليه تصدير. وبعد كده دخلنا على البوزيشن تاب وعملنا قلنا رايت كليك بوتون، قلنا اختارنا اكسبورت الفورم ورك درونج تو دي دبليو جي، ودي ملف او النافذه اللي ظهرت الفورم ورك درونج ويزرد، واخترنا منها. ادي الخطوات اللي احنا اتبعناها دلوقتي. قال لك كمان يمكن ايضا تصدير بعض المساقط، بيقول لك ذا فولوينج اوبجكت كان بي سيفد ا دي دبليو جي فورمات تو، زي الفاونديشن بلان، زي الستوري بلان، زي الفيرتيكال سيكشن ثرو A building with elevation view with 3D view. طيب طبعا الحاجات دي احنا هنتعرض ليها بعدين، ونقول ازاي ان اصلا نعمل creation لفاونديشن بلان والستوري بلان والفيرتيكال سيكشن والالفيشن و3D view. طيب يبقى احنا كده عملنا موضوع الاكسبورت لل دي دبليو جي فايل، وانا عايز اروح افتحه خلاص هطلع بره على القايمة واقول له والله تعالى هنا كده هلاقي نفسي عندي فين الكولم. ادي ملف الكولم اللي احنا سميناه على ما اعتقد يعني.
الحلقة دي بقى.